إذا متابعين قناة دنيا تيفي، أسعد الله صباحكم بكل خير في الجمعة الثانية من شهر رمضان الكريم من سوق الحراش في الحلقة 40 من فلوغ ميركاديو دي بيروس. تحية عطرة أزفها لعشاق الكلاب من داخل وخارج الوطن وكل المتابعين العرب. تذكير للمتابعين أنه يمكنكم الآن متابعة ومشاهدة قناة أمير أول سبور الغنية بالمواضيع الرياضية والتعليمية والاجتماعية الآن. مشاهدة ممتعة للجميع. إذن متابعينا كما راكم تشوفوا الأجواء راهي الشتاء طيح من الصباح وهي طيح، راكم تشوفوا عشاق الكلاب عشاق طيور جاوا لهاد البلاصة ما قدروش يحبطوا لتحتها باسكو راهي الشتاء والغرقة، جاوا لهنايا حبوا يسترزقوا. معليش ريحوا معنا باش نشوفوا واش كاين اليوم ونتلاقاو بعدا إن شاء الله. إذا مشاهدينا نعود نرحب من جديد بالمتابعين وعشاق الكلاب. اليوم راهي الشتاء ما قدرتش نصور، ما من الناس ما قدرتش تجي، ما قدرتش كيفاش تبوجي باسكو راهي الشتاء دايره حاله. عندنا هاد لوشيان مال واسمه بلاك، شحال قلت لي عنده؟ هذا عنده 10 شهور. هذا وين تباع؟ تباع سي بون. قال لك هذا وين تباع؟ اسكو تقدر تقول لنا السعر شحال تباع؟ ما تقدرش. قل لي بلاك مدريسي. او وغارديناج عسى اسكو قالكم هدايا تاع عسى. بلاك 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 هاك بلاك على راه هاي جاك دا وش بيه. اذا مشاهدينا عندنا عرض اخر للبيع، كاين هاد لو شيان واسمو الكلب هذا، لا واسمو لو شيان روكي. هاد لو شيان واسمو روكي، سي كروازمون. الام تاعو برجيه واللو بير رود. هذا شحال عطاوك فيه؟ مازال ما ساوماش ندريسي شويه هاك هاك هيا. اذا مشاهدينا عشاق الجرا، كاين هاد الجروة عندها دم وشهرين. هذه شريتها ولا تبيع فيها؟ ماكش تبيع فيها صح. يساوموا فيك الناس وشحال راهم يساوموك فيها؟ 29. هذه عطاولو فيها 29 زوج ملايين و900. اذا مشاهدينا جولتنا ما زالت مستمره بسوق الحراش. اليوم الحاله راه مغيم، راه الشتاء. شكرا خويا يعطيك صحه. اذا مشاهدينا تلاقينا بهذا الجان عنده هذا المالينوا. هذا وين دا ضربه؟ دار دوكا دا ضربه في الرقبه مع من؟ مع هذا لوشيان. نقدروا نصوروا معليش؟ فوالا ضارب مع هاد لو شيان، راكم تشوفوا في ابي بري. نقدروا نصوروا العضه معليش؟ داكور. هاي ليك العضه كيفاش؟ اذا مشاهدينا تلاقينا بهاد الجن عنده هاد المالينوا واسمو بوب. هكذا واسمو بوب. بوب هذا وين ضارب مع هاد لو شيان؟ دا ضربه على مستوى الرقبه. شحال راه معطينك فيه بوب؟ عطاوني 15. راه معطينلو 15. ندريسي بوب شويه. ندريسي شويه. قال لكم ندريسي شويه. نعاود نذكر المشاهدين انه ما قدرتش نصور باسكو راهي الشتاء وبلاصه راهي ضيقه. قولا الزين تاع الحراج ما كاش منه. اذا مشاهدينا عشاق الكلاب جولتنا ما زالت مستمره. الحاله راه مغيم، راهي الشتاء، الشتاء راهي قوي الله يبارك. كاين هاد لي شيان راهم للبيع. عندنا هذاك الهاي سكين بداو به، شحال في عمره هذاك؟ 11 شهر. واش عطاوك فيه؟ عطاولو 3.5. والوسطاني هذا شحال عطاوك فيه؟
عطولوا فيه هذه فيمال هذه عطولوا فيها 23 وال كلب الصيد هذا شحال عطاوك فيه؟ قالكم هذا الصيد قالكم هذا صيد الجنين عطولوا 1200 مليون و200 اذا مشاهدينا ما قدرتش نصور ما من السلعه ما كانش راهي الشتاء راه الضيق راهي الشتاء راهو الضيق ثاني وما كانش كاع كيفاش نخدم ليسونسييل حنا جينا ودرنا الحاجه اللي نقدروا عليها بقاو على خير تهلاو في روحتيكم معليش مازال الخير القدام ان شاء الله ونتلاقاو في ساعه الخير صحه رمضانكم وصحه فطاركم. True, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud, you don't